خدي هي. شكرا ماما. صحة وعافية. ايه شو كان في يا أليف؟ الأشياء العادية أمي، يعني الحياة الجديدة أكيد مو سهلة، ويلي بالبيت ما عم يساعدوها أبدا مع الحماية وأخت الزوج بنفس البيت. هذا كل شيء؟ هذا كل شيء، شو غير هيك يعني؟ كانت علاقتك بأليف كتير سيئة، إمتى صرتوا قريبين من بعض لهي الدرجة يا بنتي؟ أمي ما كانت سيئة أبدا، أنتي عم تتبلينا مو؟ إيه؟ مين بهالوقت؟ استني أنا رح أفتح الباب. طيب أمي؟ مرحبا. أنتي خبرتي سفر وأمه يجوا لعنا؟ لا والله. أهلا وسهلا. على أساس عم يستنونا يا سفر؟ أهلا فيكي ست وصلت. أعطيني إيدك لبوسة. بنتي يلدز، يا ريت تحضري لنا القهوة. شو هالحكي هاد أمي؟ شو علاقتي أنا هلا بالقصة؟ أنا بحب القهوة حلوة لأنها بتعمل سرعة بخفقان القلب. صدقتك سفر، صدقتك. مثلا أنت بتعمل لي سرعة خفقان بهذا الوضع. يلدز شو أمي؟ ما في داعي نطول هالمسرحية أكتر. طيب ما في داعي للقهوة هلا، خلينا بموضوعنا. أمي جاي مشان على سنة الدق. آخ يا ابني، شو هالمسخرة اللي وقعتني فيها؟ يا سفر، أنا كم مرة قلت لك إنه نحن ما مناسب بعض؟ الحد الأدنى من الشروط لتأسيس بيتنا موجودة، الحب، الاحترام، وأنا بحبك أصلاً. رح نخطب هلأ لكان. بس أنا بحبك على أساس إنك أخي سفر، مستحيل إنه يصير هيك شيء. بس يا ريت ما جبت أمك وتعبتوا حالكم كل هالقد سفر، وما في داعي تقلي ولا كلمة تانية. كل ما دخلت بالموضوع يا يلدز عم ترفضي كل مرة. مليت وجبت أمي واجيت لعندكم. أنا آسفة يا وصلات، وافقت اجي مع هذا المجنون. ما بعرف، فكرتوا نتفاهموا مع بعض. آخ يا ابني، يلا يلا سفر، يلا لا تخجلني أكتر من هيك لو سمحت. استني أمي، لا تفكري أني رح أتخلى عنك. لو ما زبطت القصة اليوم، بس أكيد رح طلعك من هذا الباب فستان العرس. هذا حب أعمى، حب جنون. تفضلي أمي. أماني لا تواخذونا. أنتي لا تواخذينا خالته. هذا حب أعمى، حب جنون. أمي شايفة الشحاطة هاي؟ بدي أضرب حالي فيها. كون عم كذب إذا ما قلتلك إني تأثرت، بس ماني متأكد ضرورة هاد الشي. تعرف إنه أنا ما عندي عائلة بولود، وأصلاً عم عيش كل يوم هذا الوجع جواتي حبيبي، وما بدي إياك هلأ تعيش نفس الشغلات بنو. وأمك عم تحكي عن الطلاق كل يوم من أبوك، وعن جد هذا الوضع حزين كتير بالنسبة لعائلة مثلكم. يعني التفكير بحالنا بهذا الوضع رح يكون كتير أناني. ما قالوا؟ نعم تمام، جاي فورا. شوفي شو اللي صاير. لا لا ما في شيء. انت متأكد انه ما في شيء حبيبي؟ لا حبيبتي، في شغلة صغيرة لازم أخذ احتياطي منها، بس راجع فورا ماشي؟ طيب.
لا تتأخر كتير، ناطرتك غرفتك بالأوتيل. آه، وممكن تكون في وحدة ناطرتك بقلب الغرفة كمان. ما كان في عندي علاقة بحدا ولا رح يكون. آه طبعا. وشو عملت لكان؟ ضليت شهر مع شهيرة بالقارب عم تصطادوا سمك مع بعض؟ بشو أحلف لك لتصدقيني؟ ها؟ قلت لك ما صار شي. بعدين هذا الشي بيسألي إلي قبلك. لو كان بيسألك مثل ما حضرتك عم تقول كنت فكرت فيني شوي. انسى، أنا ليش عم بحكي معك؟ تصبح على خير. قديش صار لعنده؟ تقريبا من نص ساعة يا سيد هولو. اجوا مع بعض؟ لا أبدا، المرأة اشت بعد منه. طيب في شي أمر مهم؟ ما في شي مميز أبدا. من هلأ بدي تراقب هي المرأة بكل لحظة، جيب حدا من فريقنا إذا احتاج الأمر، براقبها كل الوقت كل لحظة. فهمت بولود بيك. برافو عليكي، حبيت الحالة اللي سويتيها كتير، وانتي عرفتي تمثلي مثل أي ممثلة عالمية كمان. ليش خليتني أعمل هيك؟ لأنه أخذنا يلي بدنا إياه، ما عاد في داعي نوتر الناس أكتر من هيك. ما عم تفكر طالعني برا اللعبة ما هيك؟ وانتي ليش قلقانة كل هالقد يا سلمى؟ مو منيح مشانك يعني. وبعدين أختك ماتت هيك، هي وراسة عنكم، لازم تبعدي عن التوتر. إذا فكرت تضحك علي ألاز وقتها. خالتي، أنتي عم تختاري كلمات سيئة. تعرفنا على بعض من جديد بعد كل هالسنين، معقول نفترق بهي البساطة؟ ما بعرف ألاز، أنت عم تخوفني، ماني مرتاحة. أصلاً ما لازم ترتاحي يا سلمى، وكل ما ترتاحي لازم تفكري بالناس الأموات، وما بتعرفي إمتى ممكن تصيري منهم. هذا الشيء ما لازم تنسيه أبداً. هلأ فيك تروح. يلا. صباح الخير. اه صباح النور. شبك في شي مشكلة؟ ليش وشك هيك؟ لا لا ما في مشاكل ابدا. ايه بس في تغيير يا آلاز، نحن تراجعنا عن نقلتنا. ليش؟ أليف حابة تضل مع عائلتي، يعني برأيي هذا القرار سليم. طيب ليش؟ يعني فكرتوني ما رح كون جار منيح؟ رح جيب توصية من جيراني القدامى. آلاز شو هالحكي هاد، معقول هيك؟ حسيت انه هذا الشي صح يا آلاز. يعني مزبوط انا وبولود عائلة صغيرة وحلوة كتير، بس عائلته بحاجتنا هلأ آلاز، وانا حابة ان تكون العائلة اكبر، وحابة اني عيش معاهم كمان. اذا كان في بحياة الانسان عائلة كبيرة ما رح يضل لحاله ابدا، ولا أنت شو رأيك؟ أنت يا أليف، أنت إنسانة كتير مميزة. لو في وحدة تانية مكانك كانت رح تطلع من البيت أكتر من مرة، بس أنت إنسانة عم تقولي إنه عائلتك هي كل شيء. بولود كتير محظوظ لأنه أنت مرته. أكيد بوافقك الرأي. صحيح إنه تغير وضعنا، بس أنت ما رح يتغير وضعك، ورح تبقى قريب بالنسبة لنا. يعني ممكن أخسر إيداع البنك، بس بعدين شو قيمة هداك البيت إذا أنتوا ما كنتوا جيراني فيه يا بولود؟ أنا كتير متحمسة يا سعيد، وما قدرت نام طول الليل أبدا. يعني هذا بيأثر على صوتي؟ بينفع إذا شربت بيضة نية؟ سعيد بترجاك تحكي أي شيء. ماشي، أنت وصلت؟
طيب أنا جاية، بس أنت لا تستنى جنب البيت ماشي، مشان ما تشوفك ماما أصلاً هي هلأ معصبة. الله معك. خود صوت، ارفع ايدك بكل هدوء، هلا اضغط على الزينات بهدوء، اضغط بسيطة، لا تتردد ابدا، سهل. سهلة عليك يا جمرة، شو عم تعملي؟ كيفك اليوم؟ فنانتي جاهزة؟ سعيد لا تضغط علي، بترجاك شايف الإعلانات قدام عيوني، جمرة الخرزة. أنا لهلأ ما تعودت على هذا الحكي، رح نكتب هيك على الإعلانات؟ مستحيل، أنا خططت لكل شي براسي يا سعيد، اخترت اسمي الفني فوراً، اسمي جمرة جيران. حلو، رح يكون اسمي حرفين، رح خليهم يكتبوهم بقلب بعض على الإعلانات مشان يلفتوا الانتباه، شو رأيك بهاي الفكرة؟ إذا أنت هيك حابة موافق. أنا كتير متحمسة، خلينا نمشي بسرعة. ماشي يلا يلا. شو صار لك آلا؟ تريك إيدي، تريك. أنت مفكرة أنك رح تلعبي علي بعقلك الصغير هاد؟ أنا برأيي لا تشوف حالك أكتر من هيك آلاز، رح ضل بهداك البيت مشان عيتي، وبنصحك أنه ما تفكر أني رح أسكن جنبك، فهمت؟ شايف أنه لساتك عم تستخفي بعقلي يا أليف. أليف أنت ما فيك تلعبي علي بعد هلأ، إمتى بدك تعقلي؟ أنا رح كمل حياتي بهداك البيت، وصدقني ما رح يطلع بإيدك تعمل أي شي. ليش عم يتصل فيني هلا يا ترى؟ موبايلك عم بيرن، ما نك سامعتي يلدي؟ سيد ألاف اليوم؟ ايه ممكن، تمام، ناطرة اتصالك لك. شو بوشك؟ كأنك كنت عم تحكي مع شبح. ليش في حدا بيحكي مع شبح يعني؟ يا ريت ما تقلبي كل المواضيع مزح مرة تانية أمي. اسمعيني ولا تكتري حكي، مع مين كنت عم تحكي؟ ألاس كان عم يحكي. ألاس كان عم يحكي. إيه
وشو حكى؟ كان عم يسألني إذا فاضية مشان نطلع مع بعض. فينا نقول إنه ألاس بلش يحوم حواليك بنتي، ولا هي مجرد أوهام عم تدور براسي؟ إذا سمع سفر رح يغار بعدين. ها أمي، شو قلت لك قبل شوي مشان موضوع المزح أنا؟ لبقى تمزحي. إيه بكفي. تمام تمام عيسى، تعال بكفي تدريب اليوم يا أخي، وما في داعي تستخدم السلاح ضد أبوك مثل المجنون بس منشان يخاف منك. بالنهاية ما رح تقتله. بغض النظر أنا لازم أتعرف على السلاح وأعرف كيف بدي أستخدمه، مو هيك؟ صح صح. بس بس شو؟ رح تستخدم السلاح منشان أبوك يخاف منك. طبعا، شو رح يكون غير هيك يعني؟ وأنا كمان هيك عم أقول، ليكون غير هيك يعني زعلت من شي شخص، حادثة، شي ما حكيت لي عنه ولا رح تحكيه؟ مستحيل يكون في عندي شو ما أحكي لك يا. مستحيل، مو هيك؟ نحن أخوة. أخوة. بابا وينه؟ بقاعة الاجتماعات يا ست آيبك. شكرا كتير. شو هذا يعني آيبك؟ كنا مارقين من هون قلنا للمر لعندك بابا. مين هاد؟ بعرفك على حبيبي. والله؟ مهم. شو عم تحاولي تعملي؟ بالوقت يلي بتقدر انك تستمتع مع بنات بعمر بنتك، انا كمان بحق لي يكون حبيبة رجال بعمرك بابا. وقحة يا وقحة، وانت كمان، ها نلع من هون، يلا حيوان نلع. حيوان، شو عم تحاولي تعملي؟ مين هاد؟ هاد ولا حدا، عملت هيك بس مشان وجعك من جوا. أنا ما بعرفه لهالزلمة، شرحت له كيف الوضع وقرر يساعدني. تقطع قلبي، فهمتي؟ تقطع قلبي. أنتوا ما حتفهموا إنه ما صار شي بيني وبين شهيرة، وما رح يصير ولا ممكن يصير شي أبدا. طولتوا بهالمهزلة، أنت أمك عايبك. اسمعي يا ويلك إذا بتحاولي تجربيني مرة تانية، مفهوم؟ فيك تبلشي يا أستاذ جامرة. عم يحترق قلبي. لا 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 لا، عم حبك كل يوم أنا. لا 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 لا، عم يحترق قلبي. لا 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 لا، عم شوفك كل يوم أنا وحبك. لا 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 حبيبي، تروح لا تروح وتنساني. انت حياتي كلها. انت معجب بهي البنت؟ ما هي أناني. انت كل حياتي وانت كل الواني يا حبيبي. ما بتوقع يمشي حال البنت هيك يا سعيد؟ صوت البنت كتير سيء. لا 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 تنساني. ما رح اقدر ساعدك يا صديقي. مين صوته حلو هالايام يا وهاب؟ يا عمري يا حناني. رح تساعده ورح تسقله، ومع الايام اكيد بتتحسن. يا حبيبي لو كان صوته حلو ما كنت جبته لعندك. لا 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 حبيبي. لا 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 مالي خاطر عندها. أكيد طبعاً طبعاً. أنت الحياة، أنت عنواني، أنا بلاك ما فيني أعيش. كل لحظة فيني انطرك كل يوم. لا 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 لا، كل لحظة فيني اسمعك. لا 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 لا. جامرة؟ أمي؟ شو جابك لهون أنتي؟ أنتي يلي شو عم تعملي هون؟ أه؟ فهميني شو عم تعملي هون؟ امشي،
امشي على البيت بسرعة يا جمرة بسرعة. شو هالحكي الفاضي هاد؟ أنا عم غني، لا تخجيني قدامهم أكتر. شوفي يا جمرة، إذا وصلت لعندك وقت رح علمك شو معناتها كلمة خجل. امشي قدامي يلا. وانت اسمع، اخفي الصوت، رح تبعد عن جمرة، عم تفهم؟ فيك تعمل مع عدنان شو ما بدك، بس رح تبقى بعيد عن بنتي ولا تقرب منها. وإذا بدك فيك تسحب سلاحك وتعوصني فورا. بس لا، أنا ما رح أتراجع أبدا، ما رح أطلع من هون قبل ما أخذ جامرة، عم تفهمني؟ وهلأ فيك تخبرها أنها تمشي معي. يلا حكيها. الصوت، جامرة روحي مع أمي. بترجاك يا سعيد لا تعمل هيك فيني، أنا ماني حابة ضيع مستقبلي الفني. عم قلك روحي، منحكي بعدين. اسمعي كلمتي. عم قلك مشي ولي لعمة شو غبية، معقول؟ مفكرة حالك رح تصيري مغنية بصوتك اللي ما بينسمع هاد؟ آه؟ صوت كتير حلو يا أمي. صوت كتير حلو يا أمي، أهلين حلو، صوت الغراب أجمل من صوتك، عم تفهمي؟ بالله يا، ما حدا عم يحس بالجوهرة يلي عندي. لا تخليني أضربك قدام العالم، امشي على البيت. يا ربي دخيلك، شو هالبنت هاي؟ إذا اضطر الأمر رح أكسرها. أنت بتعرفي شو عم تعملي يا جامرة؟ آه؟ أنت بتعرفي شو عم تعملي يا بنتي؟ شو كنت عم تعملي هنيك؟ آه؟ شو عم أعمل يعني؟ أنا ما عملت شي غلط، كنت عم غني بس. بس بدي أعرف كيف لعب بعقلك هداك الزلمي، أخدك مشان تغني؟ هديك الليلة كنتي مع الكلب سعيد، أكيد شربتي معه طول الليل. يا أمي سعيد ما إله علاقة يومتها، كنت مع رفقاتي وخبرتك بهذا الشي. عندك علم قديش هذا الزلمي خطير؟ آه؟ تعرفي قديش هذا الزلمة قلبه أسود يا بنت؟ هذا الزلمة عامل لي قيمة بعمره ما حدا قدم لي إياها أبداً. هذا الزلمة عم يساعدني بالوقت يلي ما حدا عم يقدر يساعدني فيه أمي. مو ناقص تقولي إلا أنه أحسن من أبوكي. بنتي عم يضحك عليك، فهمي بقى، عم يخدعك، رح ياخد منك كل شي، رح يستغلك ويرميكي مثل الكلبة. يعني شو رح يكون بده مني؟ أنا شو في عندي لحتى يستغلني يا أمي؟ واضح شو بده منك، كل شي بيتمنى الرجال. أنت مفكرة إنه كل الناس مناح وبيملكوا قلب نظيف مثلك؟ شبك بنتي احكي، معقول هيك مفكرة؟ شفت مطعم كتير رح يعجبكم، عن جد حلو، سمعتيني؟ شوفي طلعي على غرفتك، طلعي بعدين منحكي. أنا ماني صغيرة يا أمي، عم تسمعيني؟ أنا ماني بنت صغيرة، ما فيكن تحبسوني بهذا البيت أبدا، بروح لوين ما بدي، ما حدا فيكن بيقدر يمنعني عن أي شيء، ما قدرتوا تمنعوا أليف وأنا ما رح تقدروا تمنعوني. قلتلك طلعي بسرعة على غرفتك، والله بمسكك من شعرك وبشحطك شحط على غرفتك. ها إذا رح تضلي راك براسك وعم تتغابي بموتك بإيدي. ماما أنا كتير بكرهك، عم تسمعيني؟ أمي أنا بكرهك كتير. Ha ha ha!
اتصل بعدنان يا فيصل، بسرعة اتصل بعدنان، خليه يجي فورا. ليش لا اتصل بعدنان؟ يعني شو صاير؟ ليش ما عم تحكي؟ عم قلك لقيت مطعم موقع ممتاز. تركنا هلأ من المطعم واسمع شو عم بحكي. اتصل بعدنان، خليه يجي فورا. اتصل. طيب رح اتصل. شوفي عندي شغل، ماني فاضي. عم اقول لك عندي شغل. ماشي ماشي ماشي، خلص خلص رح اجي فورا. مين؟ بابا. وشو بده؟ شو بده يعني؟ اكيد مصاري. كل مره بيقول لي شغله عائليه، والله رح شن. على اساس نحن عائله يعني. أليف معلش تفردي وشك، بتعرفي انه اصر علينا كتير. بس ما رح نبقى كتير، مو هيك؟ ما رح نبقى، لا تقلقي. حتى اذا ما عجبك الاكل بنهرب فورا بالسر. طيب مو مشكله، رح اتحمل. يلا. يلدز يلدز أليف، ليش ما خبرتيني إنه يلدز هون؟ حبيبي أنا ما كنت بعرف. كل ما كنا كتار بيكون أحسن. قلت بعزم يلدز وقبلت عزيمتي وإجي. فكرة حلوة كتير. يلا تفضلوا، لا تضلوا واقفين برا. تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. يلا عدوا ارتاحوا، أنا رح جهز طاولة العشاء. جبت انبيت. يسلموا إيديك. بدك ساعدك فتح؟ لا لا ما في داعي. ألاز بالمناسبة رح أسألك، أنت تواصلت مع خالتك سلمى بعد الحديث يلي صار بالشركة؟ لا ما تواصلت. ليش خير؟ شوفي ما كان كلامها بالشركة منطقي أبدا بالنسبة لي. برأيي عم تسعى لشي، شو رأيك بهالموضوع؟ ايه ممكن. وأنا كمان ما اقتنعت، بس ما اتصلت فيني ولا تواصلنا. فورا بتخبرني إذا تواصلت معك. طبعا طبعا، معقول بولود؟ فوت اقعد، اقعد هون. ايه شو الامر المستعجل؟ شو سعيد؟ شرفنا وانا عدنان. كرهك اللي ما نصر يا عدنان، الكل صار بيعرفه. ومع هيك بدي مساعدتك مشان اختك جامرة. حماية اختك جامرة ورعايتها من مسؤولياتك ومن واجبك انه تحميها. شو هاد يا كولندام؟ شوي بتقولي جامرة وشوي بتقولي سعيد، شو هالموال؟ انا ما عم افهم. سعيد اخذ لعقلة لاختك جامرة. شو هاد؟ عم بيحاول يطبق البنت، عم بيطبقها. شو هالحكي السخيف هاد؟ شو عم يعمل الجحش سعيد مع جامرة؟ مو معقول هذا الحكي يكون مزبوط. أنا لحقت اليوم يا عدنان وشفت كل شي بعيني. واضح إنهن عم يلتقوا من فترة. أنا بحاجتك يا ابني، بترجاك تساعدني، بتمنى تساعد جامرة وتحميها وتخلصها من هذا الزلمة. اسمعني عدنان، هذا الزلمة ما بيناسب جامرة، وانت بتعرف إنه سعيد ما بينوثق فيه، مو هيك؟ الأكل الفرنسي كان المفضل عند أمي، وأنا كل شهر كنت حضره. هلأ بتدوقه وبتحكمه.
والله ما عم كذب يا آلاز، بس فاجأتني. يعني لما عزمتنا على الأكل فكرت إنك راح تحضرنا معكرونة أو كفتة بس. الله شاطر، مو مبين إنك بتعرف تطبخ كتير منيح. شكرا لك. تعلمت الطبخ الفرنسي لمدة 4 شهور، وكنت كل أسبوع لازم أحضر طبق فرنسي. كانت أمي بتعشق هذا الأكل. تمنيت كتير إني أقضي وقت أكتر معها، بس كل إنسان بضل عنده ذكريات حلوة. صحيح، أهلا وسهلا فيكم، صحة وعافية. شو أنتوا ما رح تشربوا؟ أنا بضرني أشرب، وأنا هيك منيح بالنسبة إلي. شكرا. لأنيني ضلت إلنا، لكن رح نشرب اللي منقدر نشربه، مو هيك؟ طيب أنا رح أحكي مع هذا البغل سعيد، أكيد هلأ لازم يكون عرف أو بيعرف إنه جامرة مثل أختي، منشان هيك أكيد حب يساعدها ويوقف جنبها. زلمة مانو سيء. ليش لحتى يخبي عليك لكان؟ آه؟ ليش أنت ما بتعرف أبدا؟ ما في داعي تكتري حكيها كل اندام، ماشي؟ الله يرضى عليك يا ابني عدنان، تمسك التراب ويصير ذهب. آمين خالتي آمين، شكرا. هذا مو وقت لعب يا عدنان، لازم هلأ إنك تبعد هذا الزلمة عن جامرة. جامرة ما لها علاقة بهذا العالم، وأنت بتعرف هالشي. والله؟ شو قصدك بهذا العالم؟ يعني أنا كتير مناسب؟ عدنان شوف يا ابني، أنت شاب شهم، وأكيد ما رح تترك أختك تحت رحمة سعيد، وما حدا غيرك بيقدر يساعدها. إن شاء الله عجبكم الأكل. والله كتير طيب، يعني ما في فرق لما كنت في فرنسا. كتير منيح. برأيي إنه في عندك مقومات كتير، يعني لازم تفتح مطعم. لا، عم تفكر تقلعني من الشركة؟ لا، بس لازم يكون في عندك خطة بديلة. أنا واثق في عندك. ما في عندي ولا خطة مخبية عنك يا بولوت. كتير منيح، نخب الصداقة والصدق. نخب الصداقة والصدق والحب. شو رأيك بالأكل أليف؟ بكل صراحة ما عجبني كتير، يعني تقيل شوي علي. مو مشكلة، المرة الجاية رح يكون أخف. طيب يا جماعة، وهلأ أهم لحظة بهي الليلة بالنسبة إلنا، عنا مفاجأة كبيرة، مو هيك يا البنت؟ بتوقع أنه الحب المجنون يلي بيناتكن أثر فينا كتير أنا ويلدس، وخلانا نتخذ قرار مفاجئ. على كل حال ما رح طول الحديث، أنا ويلدس قررنا أنه نخطب. ورح تضل بيناتنا حالياً لأنه ما حدا بيعرف، مو هيك حبيبي؟ لحظة شوي، أنتوا أكيد عم تمزحوا ما؟ لا، مستحيل يصير هذا الشيء. أنتي ما حكيتي لي عن هذا الموضوع أبداً، شو اللي عم بيصير يا الديز؟ شو شبك؟ لو نعرف إنه هيك رح تكون ردة فعلك كنا خبرناكي من قبل يا أليف. أليف شو صار لك؟ ليش انزعجتي كل هالقد؟ ليش لحتى ياخدوا رأيك أصلا؟ بتوقع إنها حست حالة مو مرغوب فيها من الكل على الأغلب. يالديس أنت ليش ما خبرتيني من قبل؟ يعني كيف صار هيك شي؟ ما صار أي فرصة أليف، كل شي صار بسرعة كتير.
فكرت أنا وألاز نعمل لكم هي المفاجأة على العشاء اليوم. يعني عن جد أمرك غريب. كنا مفكرين أنه الخبر رح يعجبكم، بس بتوقع أنه غلطنا. استغربكم تغلب على فرحتكم لخطبتنا، ولا ما كنتم مستعدين؟ أنا ما عم بفهم، يعني شو يلي مخليك تنزعجي كل هالقد لخطبتنا أنا ويلدز يا أليف؟ جامرة بنتي الحلوة، حلوة الحلوات الصغيرة، أميرة عمري. ماما فيكي تتركيني لحالي لو سمحتي؟ بكل هاي الدنيا مين الشخص يلي بيخاف على مصلحتك أكتر منك؟ أمك يلي بتخاف عليك قبل ما تخاف على نفسها. معقولة تزعلي مني؟ يعني بدك مصلحتي؟ متأكدة؟ يعني الإنسان يلي بيخاف على مصلحتي بيفضحني هيك قدام الناس الغراب يا أمي؟ جامرة الناس يلي عم تحكي عنهم هدول قطاع طرق يا بنتي، لك هدول الناس مافيا مو رجال. يلي عم تقولي عنه قاطع طريق، لو تعرفي قديش عم يعاملني بطريقة منيحة. والله عم بيعاملك بطريقة منيحة؟ طبعا رح يعاملك هيك، رح يعاملك بطريقة منيحة أنا متأكدة، بس لحتى ياخد منك الغاية يلي بده إياها، وبعدين ما بقى رح يتطلع بوشك أبدا. صحيح أنت بتعرفي هدول الرجال منيح؟ جامرة بنتي يلي ما في أحلى منها. أنا تعذبت كتير كتير، تعذبت بهاي الحياة، ارتكبت أخطاء كتير، وما بدي بنتي ترجع توقع بهاي الأخطاء مثلي أنا. يعني عم تفهمي؟ ما بدي إياها تتعذب مثل ما تعذبت أنا. عم بعمل هيك مشانك، مصدقيني مشانك. إيه أنتي عم تضايقيني كتير، عم تخنقيني كتير يا أمي. كل مرة بتوعديني بوعود كتيرة وما بتوفي ولا وعد من وعودك. ايه انا تعرفت على سعيد جديد، صح انا بعرفه منيح، بس انتي ما بتعرفي قديش سعيد بيحبني يا امي. سعيد عم يحميني، سعيد عم يحميني، ولازم تعرفي هذا الشيء كتير منيح يا امي. يلدز معقول انتي جنيتي؟ يعني معقول تكوني سمعتي كلامي يا ترى؟ إليف بكفي بقى، رح تخربي كل شيء عم اعمله. اسكتي هلا بعدين بشرح لك، لا تبالغي كتير. لا تبالغي؟ انا اللي عم بالغ يلدز؟ ما رح اسمح لهذا الشيء يصير ابدا، عم تفهمي علي؟ ما فيكي تعملي هيك، انا ما رح اسمح لك. طيب اسكتي هلا لو سمحتي. اعطيني هذا الموبايل لهون لشوف شو عم تعملي انتي. ومن هاي اللحظه ما رح تخطي ولا خطوه برات هذا البيت ابدا، عم تفهمي؟ ممنوع تطلعي ولا خطوة من هالبيت، وحتى الموبايل ممنوع كمان. بكفي، فهمتي يا جمرة؟ انتهى. ليش هيك ماما؟ أمي اعطيني الموبايل، ليش هيك عم تعملي فيني؟ يعني رح تحبسيني هون مثل الأولاد الصغار؟ شوفي رح قلك، أنا عندي أحلام وعندي مسيرة فنية ورح أصير مشهورة كتير، وهلأ رح يصير عندي شغل. ليش هيك عم تعامليني كأني غريبة؟ مشان الله قليلي. لا مشو غبية، أنت كتير غبية يا بنتي، فهمي بقى، أنت ما رح تطلعي من خرجه. ومن هاي اللحظة ممنوع تطلعي ولا تخطي خطوة برات هذا البيت، مفهوم؟ هذا الحكي ما تناقشيني فيه جمرة بتاتا. ماما بترجاكي، ماما أمي افتحي الباب بترجاكي يا أمي. طيب شو أعمل إذا بدي روح على الحمام؟ بترجاكي افتحي الباب. إيه مو مشكلة بنتي، عمليها بغرفتك، عمليها بنص غرفتك، عم تفهمي؟ أمي بترجاكي افتحي لي الباب لو سمحتي. أمي افتحي الباب عملك. طيب بترجاكي. أمي تعي افتحي الباب هلا. شو عم تعملي؟ عدنان قال رح يحكي مع سعيد، ليش قفلتي عليها الباب وهي بهذا العمر؟ بيصير هيك؟ قفلته فيصل؟ ايه هيك احسن بكتير إلي ولا؟ اسمع عم حذرك تعامل هاي البنت بلطف وانا برات البيت، لا تجنني، مفهوم؟ انت جنيتي؟ معناها خليني انزل اشتري لها حبل من السوق ونربط لها رجليها بطريقه حلوه ونقفل الباب، شو رايك؟
عم تضحكني والله، عن جد شي بيضحك. تعمل مثل ما عم قلك بالضبط، ولا تناقشني بهالموضوع مرة تانية. لك كيف بدي افتح هذا الموبايل؟ ما عم ينفتح معي. امي افتحي لي الباب لو سمحتي. ليش ما رح تدك من عيني مطلعة؟ ماما عم تفهمي علي؟ اليوم عم يجهز لي الألبوم الجديد وعندي شغل. يا امي افتحي الباب مشان الله. امي افتحي الباب لو سمحتي. امي افتحي لي الباب. امي شكرا كثير ألاز، كانت سهرة حلوة. شرفت وأهلا وسهلا، وأنا كثير انبسطت بالسهرة. لازم دائما نجتمع هيك، شو رأيكم؟ أليف؟ أكيد طبعا. أنا كنت بتمنى أقدر وصل يلدز على بيتها بس. خلص نحن منوصلها، تفضل يلدز. حاسس أنه أليف رح تستجوبها لما تروحوا، مو هيك؟ تفضلوا خليني وصلكم لعند الباب. شكرا. شرفتوا حبيبتي. بكره بنحكي، بس معك بدي اياكي اول ما توصلي تبعتي لي رساله فورا، ماشي؟ مشان ما اقلق عليكي. اي طيب رح ابعت. بحبك كثير. وانا بحبك. اهلا وسهلا فيكم، شرفت. شكرا كثير. يلا تصبح على خير. سلام. يلدز، يكون بعلمك أنا ماني موافقة على هالعلاقة بنوب. إذا بتحبي بنحكي بهذا الموضوع بكرة بيكون أحسن. إليف، بكفي التوتر يلي عشناه بهاي الليلة، ما هي؟ يا بنات، في شي أنا ما بعرفه؟ ردة فعلك ما كانت معقولة على العشاء، وخطبتك هيك فجأة من دون ما تخبري إليف. شو في؟ شو بده يكون في يعني؟ بس إليف دائما هيك تصرفاتها، بتحس حالها أختي الكبيرة مع أنها أكبر بشوي. طيب ماشي، خلونا نطلع. الجولة الثانية.